نبدأ أخبارنا الثقافية والفنية من جبيل، وبإطار دعم وتشجيع القطاع السياحي ونظرا لأهمية مدينة جبيل على الخريطة السياحية، رشحت وزارة السياحة اللبنانية جبيل للمشاركة باختيار عاصمة السياحة العربية 2016 من قبل جامعة الدول العربية والوزراء العرب، مع العلم أنه تم اختيار جبيل كأفضل مدينة سياحية عام 2013. بذكر أنه الحصول على اللقب بيخضع لمعايير محددة من قبل مجلس وزراء السياحة العرب، ورح يجي ضمن إطار دمج السياحة بين الدول العربية. منضل كمان بجبيل، حيث بيدعي مجلس بلدية جبيل وجمعية بيروت ماراثون للمشاركة بالمؤتمر الصحفي يلي رح بيصير نهار الاثنين 20 الشهر الساعة 11 قبل الظهر بأوتيل بيبلو سور مير، وذلك للإعلان عن إطلاق سباق السيدات بنسخته الثالثة تحت شعار اركضي لقدام يلي رح تستضيفه مدينة جبيل الأحد 7 حزيران. ضمن أمسيات بيروت الثقافية موعد مع الشاعر شوقي بزاع يلي رح بيقدم قراءات من شعره وأدبه، بترافقه بالرقص التعبيري دلال بزي وبالعزف على العود خالد العبد الله الخميس 16 نيسان بزوايا بالحمرة. التي سكنتها الشياطين كي تستعيد البراءة أو تستعيد بجذع اختيارك من حاسد حسدك، وسرك في أن نتابع مع أخبارنا. حفل تكريم الإبداع الوطني بمبادرة رح تشهدها جامعة سيدة الويزي، حيث رح بيتم تكريم عدد من الدكاترة والأدباء مثل الرسام والأديب دكتور جوزيف مطر، الشاعر والأديب سهيل مطر، الرسام سمير أبي راشد والمخرج وليد نصيف. الموعد الخميس 16 الشهر الساعة 6:30 بعد الظهر بحرم جامعة سيدة الويزي. ضمن برنامج زكي نصيف للموسيقى أمسي رح تجمع أمال طنب ونادين نصار مع كورال الفيحاء بقيادة بركاف تسلاكيان السبت 18 الشهر الساعة 8 المساء بحرم الجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت، ورح نسمع كورال الفيحاء. كل كأس تحت سيه وحبا والذي كحل جفنيك بما سجد السحر لديه وطرا لجنة مهرجانات البترون الدولية بتدعي إلى مؤتمر صحفي لإطلاق برنامج المهرجان لصيف 2015، وذلك بكرة الأربعاء 15 نيسان الساعة 11 قبل الظهر بوزارة السياحة بالحمرة. ومن خلال هالمؤتمر طبعا بنقدر ناخد كل التفاصيل المتعلقة بمهرجان البترون لعام 2015. منتابع مع الفنان التشكيلي يونس الكجك يلي بيدعي إلى حضور معرضه الجديد وبيحمل عنوان مقاربات الحال في تناسخ المدن. افتتاح المعرض رح بيكون نهار الاثنين الساعة 6 المساء وبيستمر لغاية نهار الأربعاء 22 الشهر ومن الساعة 6 للساعة 10 المساء. لأول مرة ميزون دي جان إد لا كولتور أم جي سي بزو مكيل بتدعي إلى سوق الكتب ضمن أيام مخصصة لشراء وبيع الكتب الجديدة أو المستعملة. أكثر من 5000 كتاب رح بيكونوا معروضين بين 22 و 25 نيسان ببيت الشباب والثقافة بزو مكيل. الكل يلي بحبوا بيقدروا يقصدوا طبعا المهرجان ليشتروا أو يبيعوا كتب جديدة أو مستعملة. إلى الأجواء الفنية كمان مرة، الفنان شارب الروحانة وفرقته الموسيقية بأمسية فنية منوعة بين الأغاني القديمة والجديدة الخميس 23 شهر 8:30 المساء بقصر المؤتمرات بدبي. هيك بنكون وصلنا لختام جولتنا على الاخبار الثقافيه والفنيه، رح نرجع ننتقل عند بيارات مع حال الطرقات لليوم من بعد فرصه طويله. جولة سريعة بنقوم فيها على بعض المناطق وعم نشوف جسر سليم السين، بداية حركة السير ناشطة بهالأثناء، ما في توقف للسيارات، بعكس أوتوستراد الزلقة يلي عم بيشهد لا توقف للسيارات. من الزلقة إلى صيدا وحركة سير كمان ناشطة بهالأثناء بصيدا.
وبننتقل لمثلث خلدي، حركة سير ناشطة بكافة الاتجاهات وما في توقف للسيارات عم يتسجل. المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليعطينا تفاصيل أكثر عن حركة سير يوم الثلاثة، يعني اليوم كأنه الاثنين بما أنه العطل المدرسية كمان شرفت على نهايتها. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. تفضل. بدي أبدأ أول شيء بطريق المدايرج ظهر البيدر، سالكة لجميع السيارات بس عم تشهد ازدحام كثيف بهالأثناء بسبب الانزلاقات وتكون طبقة من الجليد على الطريق. نعم. هذا بالنسبة لطريق ظهر البيدر. أما بالنسبة لبيروت، ببدأ من المدخل الشمالي لبيروت عم بيشهد ازدحام كثيف مع توقف من دبي وصولا لبيروت بسبب العطلة وبسبب الشحنات متوقفة، بعض من الشحنات بعد ما دخلوا على مرفق بيروت متوقفين على الطريق قبل تمثال المقداري بأخدين مسرة بين الطريق، كمان مسببين بزيادة الازدحام على هذا المدخل. نعم. السير القادم من بحمدون علي وصولا لصياد عم بيشهد حركة ناشطة، ما في مشاكل عليه، ما في عوائق. المدخل الجنوبي حركة كثيفة خالدي باتجاه الأنفاق وصولا للمطار مع بعض التوقف للسير، وخالدي باتجاه الأوزاعي وصولا للجناح. نعم. ضمن العاصمة المدينة الرياضية باتجاه جسر الكورة نفق سليم سلام عم بيشهد هذا المدخل ازدحام كالمعتاد. ايضا كورنيش المزرعة بالاتجاهين عم بيشهد حركة كثيفة، والسير القادم من المتحف باتجاه الصدقو ناصرة وصولا لجسر فؤاد شهاب. نعم. هذا بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم. وطرقات الجبلية المسكرة، يعني ذكرت انه ظهر البيدر هي سالكة بس يمكن بقية الطرقات ما بعرف مقفلة بسبب تراكم الثلوج. نعم المرتفعة جدا، يعني في يقول الارتفاع كل الطرقات الارتفاع ما بين 1500 متر وما فوق عم بيحصل تفكير للطريق. نعم. نعم. وبالنسبة لحوادث السير اللي سجلتوها خلال 24 ساعة اللي مضت، احصاءات حوادث السير لفترة 24 ساعة المنصرمة مجموعة 5 حوادث نتج عنهم قتيل للأسف و14 جريح، جبل لبنان 4 حوادث قتيل و12 جريح. نعم. جنوب حادث جريحين لأسباب سرعة زادة وتلهي أثناء القيادة للأسف. هيدا كل شيء. نعم شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي، نحن بنتمنى لك نهار حلو. رح نتوقف هلأ مع تاني بريك ومن بعده تقرير أخبار الصباح المنوعة بتبلش، وضيوفنا هن الدكتور ألات حجار والمخرج إسام الخوري.